يمكن تكون دي آخر مرة بكتب فيها رسالة. الرسالة عن تجربتي مع الوحدة. زمان كان في ناس حواليا، أهلي، قرايبي، صحابي، بس اكتشفت إن كل ده كان مجرد وقت، يعني فترة هتعدي. ولما الوحدة اتمكنت مني ما بقيتش شايف أي حاجة حواليا، بقيت أقعد لوحدي، أخرج لوحدي، حتى شغلي ما بقيتش أتعامل فيه مع حد، وده كان بيأثر على نفسيتي يوم ورا التاني. ورسالتي ليكو، اللي لازم تعرفوها قبل ما حد يوصل للمرحلة دي، خلي بالكم الوحدة مميتة.